نعم. شيخ ذكر البخاري وصحيح ابن عباس ان اسماعيل عليه السلام تعلم العربيه من جرهم. قال هذا دليل على ان اسماعيل من المستعربه عليه السلام. هو هذا من المتفق عليه في الحقيقه انه كان من العرب المستعربه. لان ابراهيم لم يكن من العرب. فيقينا سيكون ابناؤه اذا تكلم العربيه سيكون من العرب المستعربه من ان يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل وإسماعيل هو أبو العرب هذا دليل أنه عربي وأنه تعلم العربية فكان بذلك من العرب المستعربة ولذلك ينطق العربية من الأنبياء أربعة والبقية لا ينطقون العربية من هم الأربعة؟ هود الأول صحيح ثاني صالح صحيح وشعيب ومحمد والبقية من العرب مساكين إسماعيل صار من العرب مساكين والبقية كلهم من ينطق العربية جميع أنبياء بني إسرائيل ينطقون بالعربية